الغايب سولو والشاب ميمون الوجدي.
حاضر معنا في سهرة نغني وها مغربية الخاصة بالراي. مرحبا بك. واستقبال جميل من الجمهور المغربي. مرحبا بك ميمون. مرحبا بك معنا شاب ميمون الوجدي. شاب ميمون، انت قلتي سولوه ذاك الغايب، سولوه، وانا بغيت نسولك فين غبتي علينا. والله راني حاضر، انا دايما حاضر. مرحبا ومنورنا، الف مرحبا. غايب شويه على الاعلام ولكن ان شاء الله انا هذه عوده قويه ان شاء الله. شنو حضرتي لنا لهذه العوده؟ يا مصاب ليلى سلوى وحديت زين، بين الرضا واللحظه، بين الرضا واللحظه، ليله تعويض عام، نظره وناس حضره، سهرين فين؟ في الدوزام. تبارك الله عليك. نشوه خلوه وطلوع نشوه يحلى ركوب الكلام، ها هي ليك لالا سرجي وركبي. تفضلي. ما شاء الله عليك شاب ميمون، شكرا لك وعلى هذه الكلمات الجميله. حنا عارفينك ما شاء الله، يعني قدمتي عناوين واعمال اللي بقات راسخه في الذاكره، ولكن بغيت نعرف قداش الكلمه مهمه في فن الراي وفي الاغنيه ديال الراي. الكلمه هي الساس، عليها تبنى الراي، لان القواله قالوا كلام، واصل الراي هو الموال، الانطلاقه ديالو من الموال. الموال هو حلاوه هذا الفن هذا، لان من بعد دخلوا عليه ايقاعات، والايقاع اللي دخل عليه القلال والقصبه، الكلمه زوجتهم تزوجوا الى حد الان، راه باقي خص الكلمه والقلال والقصبه. هذا هو الفن، الانطلاقه ديالو. والكلمه كتبقى هي الساس كيف قلتي. سامي، بالاضافه للكلمه فن الراي، فن الراي جديد ولا نقولوا العصري، كيهتم حتى اكثر يعني، ولا كيهتم ايضا بالموسيقى وبالتوزيع. شنو الاضافات الجديده في فن الراي اليوم؟ الحمد لله، كما كيعرفوا الجمهور كامل لا في العالم كله، في المغرب بارتو، الحمد لله احنا شدينا الراي، نقينا من ناحيه الاكلام الالحان، عطينا واحد صبغه عالميه، يعني خدمنا بايقاعات عالميه ودرنا دي سجل اللي يقدروا يدخلوا كاع الديور يسمعوا الناس مع وليداتهم، الخوت مع خوتهم، يعني شي حاجه في الكلمه نقيه. وهذا الشيء كان من زمان يعني. هذا الشيء كان من زمان، كما قال سي ميمون كان ديجا شي وحدين كما قالوا، كانوا ديجا قالوا. ولكن انا بغيت نعرف شنو اللي تزاد في الموسيقى وفي التوزيع الموسيقي. اكيد الكلمه مهمه في فن الراي كانت ولا زالت، لكن في التوزيع الموسيقي وفي الموسيقى شنو هي الاضافه العصريه اللي زدتوا اليوم؟ الاضافه العصريه، ولينا كنتاقلموا مع هذا الجيل اللي طالع، يعني كتخدم لي ريتم اللي كيتجداد، التوزيع الموسيقي والماسترينغ ما بقاش بحال شحال هذه، يعني كتسمع لو سون صغير، الحمد لله السون لا كبير، ولينا كنحاولوا نسجلوا في استوديوهات يعني بروفيسيونيل. ورجعنا للحاله كما كان الاستاذ ميمون ورشيد بالرياح، وكاين بعض الاساتذه اللي الى سمحوا لنا بهذا المنبر ما ذكرناش الاسماء ديالهم، مي كانوا اساتذه كيخدموا اللايف، الراي كان كيتخدم لايف، دابا ولا كيرجع لذاك اللايف اللي ولا له، دابا ولينا كنخدموه لايف، مي بطريقه كنديروا له ماسترينغ باش كيتسمع له الصون كبير على زمان. وغادي نسمعوا واحد اللايف الان غادي يجمعكم بجوج. حاله البدوي كيدخل للمدينه يتحضر، دابا تحضر هذا هو حال الراي. كان بهذه التولاتي، كان القلال والقصبه والكلمه، درك ولا تحضر بهذه الالات الجديده، وراه كيتحضر لانه هو فن كوني، هذا الراي فن كوني. وداك الشيء علاش خصصنا ليه حلقه خاصه شاب ميمون الوجدي. وغادي نبقاو الان مع وحده من روائعك، غادي تقدموها لنا اون ديو مع الشاب سامي راي، تشطن خاطري، والشاب ميمون الوجدي. تحية البيبليك، هذا كل الموند على الغربة درجة القويرة. ودلاني دلاني دلاني
خاطري وما عندي زهر عنوانان الإبداع واحد بقى خالد فن الراي من توقيع شاب ميمون وجدي واليوم في ديو مع الفنان سامي راي. شكرا للفنانين. نغنيوها مغربية مخصصة هذه الليلة الفن الراي ومعنا فيها ضيفة فوق العادة اختارت أسلوب خاص في الأغنية. انطلقت سنة 1994 بألبوم ندمانة وكان حفلها في نفس السنة في لا غراند بلاس في العاصمة البلجيكية بروكسل إعلان عن ميلاد نجمة كبيرة. من بعد مسيرة حافلة كان هناك توقف ومن بعد عودة قوية للساحة الفنية. استقبلوا معايا الفنانة سعيدة فكري ودادة هنية. You know.
سعيدة فكري الأيقونة ليكون ودادة هنية وحدة من نجاحاتها معنا في هذا السهرة الخاصة من غنيوها مغربية بفن الراي. مرحبا سعيدة فكري معنا نورتينا مرحبا بك. سعيدة كانت الانطلاقة قوية ما شاء الله. يكفي أننا نذكروا أنك غنيتي في أكبر المسارح، إذا بغينا نذكروا واحدة منها باراديزيو في أمستردام اللي مروا منه الكبار، ثم كانت الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية وصدرتي أعمال هناك، ثم كان واحد الاختفاء واليوم الحمد لله العودة. ما بين الاختفاء والعودة فين كانت سعيدة فكري؟ أولا أود أن أشكر القناة الثانية على الاستدعاء على دعوتي باش نتلاقى مع هاد الجمهور. مرحبا بك سعيدة. الرائع. توحشتكم بزاف. جمهورك كان متعطش باش يشوفك. وبالتالي باش نطل من هاد الشاشة على الجمهور الكبير المغربي داخل الوطن وخارجه. فأنا فرحانة بزاف متواجدة معكم. احنا أسعد بلقاك. شكرا لك. الغيبة. أظن أنني ما كنتش غائبة، يعني ربما الغيبة كانت جسديا لكن قلبي كان موجود في المغرب، وبطبيعة الحال التواصل كان مع الجمهور ديالي يعني ما كانش منقطع نهائيا عبر كاع المواقع الاجتماعية وبالتالي على السيت ديالي. ف يعني والدليل انني يعني عجيت من ورزازات والجمهور ما شاء الله كان تيغني وتيردد الاغاني ديالي كلها. اكيد الجمهور حافظ اغانيك سعيده والجمهور احب المواضيع اللي اختاريتي في اغانيك، فانت غنيتي يعني على الحب والسلام ونبذ العنصريه والقيم الانسانيه، علاش اختاريتي هذا التوجه في اغانيك؟ ما كنظنش اني اختاريت اي حاجه في يعني في الميدان ديالي الفني. الأشياء اتخذت بتلقائية، هي نابعة من المحيط اللي كنعيش فيه وفين ترعرعت والمحيط اللي داير بيا، يعني أي شيء كيأثر فيا حيت أنا إنسانة يعني الإلهام ديالي كيجيني من الناس. فحاجة ما تخسرت يعني أي حاجة عشتيها أو أثرت فيا، يعني أي وضع أثر فيا كتحاول نعم وتعبيري هو الأغنية. وتعبيرك كيوصل للجمهور ومازال غادي نواصلوا الدردشة ديالنا سعيدة، احنا سعداء باستقبالك هاد الليلة. لكن قبل غادي نستقبلوا شاب سيمو.
عشت انا نزل صغير وكبروني والديا والديا